يعني أنا أول ما طبيت القرقوش بالدورة نزلت وباسترجاع 3 مرات. الإحساس مالي كان من طبيت وشفت البيت وقفت تقريبا ربع ساعة، فتت على البيت شفت بيت مشعول يعني منتهي، قلت راحت كل ذكرياتي. تفاؤلوا بالخير تجدوه، هو إن شاء الله إحنا كلنا متفائلين. أنا من النوع اللي ما يعجبه أطلع وأسافر خارج البلد، لازم شوية ترجع العالم وتستقر مكانها وكل واحد يرجع على بيته على أهله.